السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. وصفتنا اليوم بسيطلات وقنينطات بالحوت أو السمك، اقتصاديين على قد الجيب، سهلين في التحضير والمذاق جد جد رائع، كيجيو لذاذ بزاف بزاف. وطبعا بالورقة البسطيلة اللي حضرت معكم مؤخرا نزولا عن طلب العديد من الأخوات، وكذلك طريقة الاحتفاظ بالقنينطات في المجمد. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للورقة فممكن طبعا غادي ديروا الورقة اللي كتباع، وبالنسبة للأخوات اللي مكتوفرش ليهم فنزلت فيديو مؤخرا على ورقة البسطيلة بشكل آخر. عندك إعادة وبسرعة كما كتلاحظوا معايا، طلقت الكويرات كاملين بالنشا، وغادي نبدأ نفرق بين كل ثلاثة ديال الوحدات بالزيت والنشا. خص النشا يكون بزايد هو والزيت باش ما كتلصق ليناش من بعد، وكيتفرقوا لينا بسرعة. وطبعا نرقوهم مزيان من طلقوهم باش يجيونا متقونين، وتجينا الورقة ديالنا رقيقة ما تجيش غليظة، باش تقدرنا بها بسيطلات او لبريوات يجيو زوينين ما يجيوناش معجنين. يعني كإضافة، لان العديد من الاخوات كيسولوني فيها طياب في المقله باش ما تيبسش ليكم. كما لاحظتوا في الفيديو السابق انا دغيا دغيا طيبتهم ودغيا دغيا تفرقوا لي بكل سهوله، وكتجي ناجحه. وكيف قلت لكم طبعا اللي ما كيتوفرش عليهم الورقه، اللي كاينه الورقه يشريوها من الاحسن، توفير الوقت وكتكون يعني في الخدمه ديالها مرنه على هذه. صافي غادي نستمر انا وغادي نطيبها يعني بعد ما كنطلقها رقيقه، ونرجعوا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير الحشوة ديال الحوت اللي كيف قلت لكم كنصحكم بالتجربة ديالها، اقتصادية وفي نفس الوقت كتجي لذيذة بزاف. غنحتاجو في الحشو الدجاج، يعني انا كيف قلت لكم غنديروها اقتصادية، دجاج تقريبا واحد 500 غرام حتى 600 غرام او اكثر على حسب اللي بغيتو. هنا عندي الكروفيت او القمرون 400 غرام تقريبا اللي منقي. بالنسبة للشعرية ما غنديرش الصينية العادية، غندير ديال الارز، ممكن ديرو العادية مع عصير ديال الحامض، القليل من الحامض المصير اللي كنقطعوه رقيق بزاف، وفص توم واحد، قزبر ومعدنوس اللي مفرومين، جبن محكوك ضروري نديروه كيعطي مذاق احسن، وبصله وحده محكوكه من جهه الغليظه ديال الحكاكه، توابل السمك. بالنسبه لي ما عندهمش توابل السمك فممكن استغناء عليها اذا كانت احسن، ونخلي لكم مقادير ديالها في خانه الوصف. زيت الهريسه او الفلفل الحار، صلصة الصوجة اختيارية حيت بعض الأخوات ما كتوفرش ليهم، وبودرة ديال الثوم من الأحسن أن هاد المكونات يكونوا باش نحصلوا على نتيجة أحسن، والملح على حساب الذوق. غنحتاجو كمون، فلفل أسود وفلفل أحمر، يعني التحميرة والكمون والبزار. بالنسبة للطريقة فكنوضعو في الزيت البصلة اللي الحكوكة كيف قلت لكم من الجهة الغليظة، والثوم من الأول باش ميديرناش ريحة من جهتها. أنا درت غير فص واحد، وغادي نكمل بودرة ديال الثوم باش مكيجيوناش، لأن رمضان مكيخصوش الثومة كتيرة، لذا بودرة الثوم مكيكونش فيها ريحة من جهتها، كتعطي مذاق أحسن. إلا ما عندكمش فتكتفيو بالفص ديال الثوم فقط. صافي غادي نحرك ونخليها وحي واحد شوية، عاد نضيف ليها الدجاج اللي مقطع قطع رقيقه، يعني كنديرو الدجاج مقطع رقيق بزاف. بغيتي يدير الدجاج فغادي دير الكالامار او اي حوت ابيض عندها بغات ديرو، يعني بتكون كامله بالحوت فلكم الاختيار. درتها اقتصادي لان العديد من الاخوات بغاوها تكون مخلطه دجاج وحوت، وممكن بالدجاج والكروفيت نضيفو نوع اخر من السمك على حساب الرغبه. وكما لاحظتوا كيف قلت لكم الدجاج يكون رقيق مقطع، نخلطوه مع البصله ونضيفوا معاه القزبر والمعدنوس واحد الكميه اخرى نحتفظوا بها حتى الاخير باش تبقى النكهه ديالو باينه. الحامض مصير توا مقطع رقيق كميه قليله، من عصير ديال الحامض ممكن في الاول نضيفوا حتى ورق الرند او ورق سيدنا موسى حتى هو كيجي مزيان، وطبعا توابل السمك اللي كتعطيه نكهه مميزه. ولا ما توفرش كي قلت لكم انا نخلي لكم المقادير اسفل الفيديو اللي كنتوفر عندكم منه ديروه. بودره ديال الثوم او الثوم المجفف، الملح، يعني بحال هاد المكونات من الاحسن كتصبر كتبقى مده طويله عندنا وهي في الدار فناخذوها. كنظن بودره ديال الثوم كدير 13 درهم كتبقى مده طويله وكتعطي نكهات خاصه للحشوات ديالنا. نضيفو حتى الفلفل الاسود والقليل من الكمون، انا درت غير قليل من هاد التوابل، انا دايره
التوابل ديال السمك كتكون يعني كافية. وطبعا الفلفل الأحمر، ممكن في هذه الحشوة نضيفو حتى الجزر محكوك او لي شامبينيون او الزيتون اللي بغيتو، ممكن انكم تزيدوه. هنا غنكتفي غير هكا كتجي لذيذة. غادي نحرك هذه المكونات مع بعضها ونخلي الدجاج حتى كيدخلوا الطياب، عاد نكملوا باقي المكونات. خاص ضروري نستمروا مره مره بالتحريك، وراه ما غياخد ليناش الوقت في الطياب خصوصا انه مقطع رقيق. بالنسبه للشعريه فانا كيف قلت لكم نستعمل الشعريه ديال الروز، غادي نديروا عليها الماء غليان ونخليوها مده كتاخذ ديال الوقت شويه على الشعريه الصينيه العاديه، او ممكن تسلقوها واحد شويه. صافي الدجاج ديالنا طاب، غادي نضيفو الكروفيت اولا القمرون ونحركوه، وراه كيتشحر بسرعه غير واحد شويه، ونضيف معاه الشعريه اللي كتكون صافي يعني بحال تسلقات. كنصفيوها ونقطعوها رقيقه ونضيفوها حتى هي، ونحركو حتى كتشرب وتشحر بدورها غير واحد شويه حتى نشوفو نشف من الماء، ونضيف حتى القليل من الربيع في الاخير غير شويه باش يبقى النكهه ديالو واضحه. وصلصه الصوجا كيف قلت لكم اختياريه، ولا كانت يكون احسن. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نحس بكل شيء نشف، ونزولوه مباشره من على النار. وطبعا نذوقو الى خاص الملح اولا السودانيه، فنزيدو نضرب كميه اخرى يعني زايده على الهريسه. الهريسه درتها من الاول مع الدجاج، ونخليو الحشوه يعني نديروها في واحد الاناء اللي هو اولا كسعه كبيره شويه باش تبرد لينا بسرعه، ونبداو مباشره نعمرو الورق ديالنا. ملي كتبرد الحشوه كنضيفو لها الجبن المحكوك، انا استعملت الاحمر فهو كيعطيها مذاق زوين. ديروا الكميه اختياريه، وكل ما كان زايد بشويه كيكون لذة اكثر. صافي غادي نخلي على جنب، وغادي نجيبو الورقه ديالنا اللي طيبتها كامله، وكيف قلت لكم في فيديو سابق نمسحوها من النشا باش ما يبقاش فيها باين بزاف. اذا حاولوا تمسحوها مزيان من النشا، عاد دهنوها بالزيت اولا الزبده على حسب الرغبه. انا غندهنها غير بالزيت، وكما لاحظتوا انا درتها هذه المره صغيره حيت بغيت نديرها على شكل مستطيله يعني بسطيله للتغيير، لان درت البريوات، درت قنينطات، لذا للباب التغيير فقط. وهذه الورقه كتجي اسهل في مثلثات او لا في قنينطات، بالنسبه للبسطيله كتجي شويه يعني اللي كتكون دايره كتجي شويه واعره. صافي ونبدا نطوي. وكيف قلت لكم راه ممكن اننا نديرو الورقه عاديه، انا غنكمل ما تبقى ندير الحشوه اكثر من الورقه اللي عندي، غنديرها بالورقه اللي كناخذو من عندنا متوفره. صافي وغادي نلصق بالخليط الدقيق والماء، وممكن ما نلصقوش ماشي مشكل الا جاتنا من التحت، وغادي نطيبهم في الفران فما غاديش تحلوني. غنخليها على جنب، وغادي ندير واحده اخرى بنفس الطريقه بعد ما طبعا كنمسح مزيان النشا اللي زايد. كندهن بالزيت او بالزبده، وكندير الحشو في الجانب وكنطوي. الا درتوهم كبار ممكن تطويهم بريوات طبعا هكذا. صافي ونلصق بالخليط ونوضعهم على جنب، وكنستمر بنفس الطريقه. كما كتلاحظوا العجينه ما راهاش غليظه، راه رقيقه. هاد الكميه درت غادي نطيبها لكم طبعا باش تشوفوها كيفاش كتجي بعد ما كطيب. صافي ملي كنتهي من كميه الورق اللي عندي فكنستعن بالورقه الجاهزه، غنتشكل منها قنينطات صغار، وغادي نقطعها على ربعة، وندهن بالزيت. نزيد لانني دهنت هذه اكثر بالزيت بزاف غادي تعذبني. وهاد الطريقه فايت ديرها معكم في فيديوهات سابقه. صافي وندير الحشو، عندهم شويه صغار باش نحتفظ بهم في المجمد، يعني كينفعوا بزاف بزاف خلال رمضان خصوصا الا كان كيجيونا الضياف، فكنجبدو وكنطيبو يعني
كنعمروا بهم المائده ديالنا. اذا انا غنديرهم شويه صغارين، وكنظن الطريقه ديال الطي واضحه، فايت لي درتها معكم من قبل وسهله جدا ومختصره. صافي غنستمر حتى نسالي كميه الحشو اللي عندي كامل، ونرجعوا ونشوفوا كيفاش غادي نطيبوا دوك المستطيلات اللي حضرنا بالورقه اخرى. غادي نجيب الزبده والمارغرين وغادي ندوبها على نار مهيله حتى كتنشف من الماء. كنزيد ليها القليل من التوابل ديال السمك والقليل من السودانيه. ممكن طبعا ديروهم مع الزيت من تبغيو تدهنوا الورق، يعني ممكن تجي الورقه ألد. كنحركوا وكنبقاو ندهنوا من الفوق، ممكن حتى ندهنوهم بالزبده ويطيبوا عاد ندهنوهم بالبيض. انا غادي داكشي اللي غادي ندير حتى يشدوا راسهم، الا بغينا واحد اللون احسن فندهنوهم طبعا بالورقه بالزبده باش تجينا الورقه زوينه، ومن يشدوا راسهم ندهنوهم باصفر بيض مخلط مع الخل او صلصه الصوجا، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم ملي كيطيبوا. طبعا في الفران كيطيبوا لنا من تحت على نار مهيله، ياخذوا حقهم باش طيبنا حتى الورقه من الداخل، عاد نهبطوهم يتحمروا من الفوق، يعني ودائما نار مهيله ما نزربوش عليهم. وهذه الكميه الاخرى اللي درت ديال القنينطات، فرقت بين كل طبقه وطبقه بالبلاستيك، وغنوضعهم في المجمد بعد ما نغطيهم كذلك بالبلاستيك حتى كيشدوا راسهم مزيان، عاد كنجمعوهم كيبقاو معزولين وما تيعذبوناش من بغيو نفرقوهم. ومي كنبغيو نطيبوهم عادي كنجبدوهم مباشره كندخلوهم للفران بعد ما كندهنوهم بالقليل من الزبده. وهذا الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا اللي طابوا، زينتهم بالقليل من الجبن المحكوك، كيجيو مقرمشين وكما غتلاحظوا معايا من الداخل مورقين، ما كيجيوش نهائيين غلاض من الداخل، والحشوه لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها. واش لكم مبروكه، ما تنساوش لايك للفيديو وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والعائله، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. والى اللقاء، مع السلامه.